طبعا الناس او الحضور زي ما حضرتك شايف كده في تفاعل كبير جدا جدا فوق كل التوقعات، وفي حضور كثيف جدا، يعني المقاعة تقريبا كامله. اما الهدف هو هي دي مش حفله واحده، هي جزء من مهرجان حكاوي الجاز اللي بتنظم مكتبه اسكندريه في المكتبه في اسكندريه وفي جامعه الامريكيه في القاهره. الهدف من المهرجان كله هو اعاده احياء الاهتمام بموسيقى الجاز، لانه مصر لغايه الستينات الموسيقى الجاز كانت مكون رئيسي جدا في الحياه الثقافيه في مصر. يعني كان في مصر بيجي بشكل دائم أسماء كبيرة جدا من أهم الناس اللي بيلعبوا جاز في العالم، لويس أرمسترونج، ديوك إلينغتون، ديزي جليسبي، وناس كتيرة قوي أكتر من كده كمان، ودول كانوا ضيوف دائمين على مصر. وإحنا هدفنا من المهرجان ده إن هو إعادة تسليط الضوء على النوع ده من الفنون أو النوع ده من الفن، ويعني نوري كل الأنواع أو الأنماط المختلفة من الجاز، سواء سوينج، ديكسي لاند، لاتن، يعني كل الأنواع الأساسية، علشان الجمهور يقدر يتعرف على النوع ده من الفن في مصر ونعيد الاهتمام بالفن ده في مصر. الحقيقة أنه إحنا يعني كان من ضمن أهداف المهرجان أنه يبقى فور فري، مش بس علشان هو يعني تكاليفه الحمد لله قدرنا نغطيها منحه من القسم الثقافي بالسفاره الامريكيه، بس مش هو ده السبب. السبب انه الناس تحس انه اي حد ممكن يحضر، اي حد من اي باك جراوند، من اي خلفيه ثقافيه، من اي حته ممكن يحضر. ده بيدي شعور بانه الحفله دي لكل الناس، وده الهدف من ان هي تبقى فور فري يعني.